مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وكلمه اخيره. حلقتنا النهارده كلها اخبار سنتابع فيها مستجدات الخلاف حول سد النهضه، حيث صعدت مصر اعتراضاتها دوليا، فتقدمت بخطاب لمجلس الامن التابع للامم المتحده تعترض فيه على نيه اثيوبيا الاستمرار في الملء الثاني للسد. كما طلبت مصر والسودان عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجيه العرب على هامش الاجتماع التشاوري بالدوحة لمناقشة الأمر. فما نتيجة كل هذه المحاولات، وهل يجدي هذا المسار ونحن على بعد أيام قليلة من الوقت المزمع لبدء الملء الثاني للسد اللي بيجي مع بدء الفيضان، أشهر الفيضان المرتفع؟ هنتكلم ونناقش ده في حلقتنا، وحلقتنا أيضا هيكون معانا حوار قصير صورناه مع ممثلة يمكن مش مشهورة لكن ناس كتير تعرف شكلها من الأعمال اللي بتشارك فيها، فاطمة كشري الممثلة اللي تعرضت لوعكة صحية، يمكن مش نجمة ولكن محبة الناس واهتمامهم بيها لما تعبت كانت زي النجوم وأكتر. الناس بتقدر كل اللي بيتعب في عمله واللي بيقدم حاجة كويسة. هنتكلم معاها من داخل المستشفى، عندها يعني أصيبت بوعكة صحية، والحقيقة أنها كانت حوار الناس كلهم في الفترة الأخيرة، ونتمنى لها كل الشفاء. هنتكلم أيضا عن محاولات القرصنة أو الهاكينج اللي بنتعرض لها جميعا مؤخرا، وابتدت تستخدم أسامي شركات كبيرة ودولية. إزاي نحمي أنفسنا وأجهزتنا من القرصنة؟ دلوقتي بقينا يعني على طول في هاكينج، على زي ما حصل لي مثلا على الواتساب بتاعي، في هاكينج على الإيميلز، وابتدينا بقى البنوك كمان بتحذر عملائها، ابتدينا نستخدم اسم أمازون، اسم واتساب في مؤسسات كتيرة، وتتخيل إنها رسالة فعلا من إحدى هذه الشركات. لكن قبل ما نبتدي خليني يعني أحيلكم للصورة الأشهر منذ قليل على السوشيال ميديا، الصورة دي وهي صورة اللاعب أريكسن، لاعب انتر ميلان الإيطالي اللي كان بيشارك منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا في كأس الأمم الأوروبية اللي كل الناس بتتابعها. اللاعب سقط فجأة مخشيا عليه دون احتكاك، وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونص. اللاعب بسرعة دخل الجهاز الطبي، أولا كل أصحابه عملوا عليه أو كل زملائه عملوا عليه زي كوردون، واستخدموا ملايات وشيتس ويعني قماش علشان يغطوا على اللاعب، وبدأ بسرعة أجهزة دخلت للإنعاش، إنعاش القلب وأجهزة كهربائية وصدمات كهربائية. تبين بعد ذلك أن اللاعب أصيب بأزمة قلبية مفاجئة ونقل على المستشفى. ما أنقذ هذا اللاعب كان الأجهزة اللي موجودة في الملعب اللي قدرت أنها تنعش له قلبه بسرعة وتنقذه، وبعد كده نقل إلى المستشفى. دي صورة اللاعب بعد إنقاذه. الصورة طبعا قلبت السوشيال ميديا، الناس كلها مهتمة بهذه البطولة، بطولة كاس أوروبا، يعني 2 مليون تويت دوليا، حتى في مصر 200 ألف تويت محليا عن اللاعب أريكسن. أنا عندي مجموعة ملاحظات، أهم ملاحظة بالنسبة لي الطبية هو أن كل هذه الأجهزة الطارئة موجودة في الملعب، وإنه حياة اللاعبين مهمة جدا، وإنه القصة مش مثلا أنتيبيوتيك أو رشاش لوجع الألم أو نقلات أو حاجة عشان الكسور أو كده، لكن أنا بتكلم هنا على وحدة رعاية مركزة متنقلة دخلت الملعب وأنقذت اللاعب. يعني بدون هذه الأجهزة خلاص كان ممكن يموت، لأنها أزمة قلبية، القلب ممكن يكون بيتوقف، لو توقف القلب قبل يعني لفترة معينة ممكن نفقده.
فالأجهزة دي، وده السؤال اللي لازم نسأله لكل اتحاد الكرة المصري، لكل القائمين عليه، هل لدينا مثل هذه الأجهزة؟ ده موضوع مهم جدا. تاني حاجة طبعا المشهد بتاع كل زملائه من اللاعبين وهم بيحيطوا على اللاعب، بيداروا عليه بالملايات وبالأقمشة وبكل حاجة كي لا يراه كل الناس. يعني بطولة أوروبا رجع فيها المشجعين مرة أخرى أو المشجعون مرة أخرى، فالناس بتشوف والكاميرات وكده، فكان هدف كل اللاعبين طبعا انه يداروا على صديقهم وعشان ما حدش يشوفه في هذا المشهد المؤلم. هنا الإنسانية أهم من الكورة، هنا توقفت المباراة ساعة ونص تقريبا وما رجعتش إلا بعد الإطمئنان إن اللاعب يعني تمت إفاقته. فالحقيقة السؤال الأهم لاتحاد الكرة المصري، هل لدينا مثل هذه الأجهزة؟ ده موضوع مهم جدا، لأنه الحقيقة أنه الأجهزة دي مهمة جدا، ما تعرفش ممكن يحصل إيه بالنسبة للعيبة، مش بس كسر، مش بس خلع، مش بس رباط صليبي، ده ممكن يحصل له أزمة قلبية في هذا الوضع. خلونا نبتدي الحلقة. نبدأ بسد النهضة وتحركات مصرية سودانية واسعة، نبدأها بالتحرك المصري حيث صعدت مصر ودوليا ملف سد النهضة وتقدمت لي بخطاب من الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، سجلت فيه مصر اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا من اعتزامها الملء الثاني للسد خلال موسم الفيضان المقبل، ورفضت مصر النهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي. وقالت مصر أنه طبعا قدمت كل المستندات القانونية والفنية لمجلس الأمن كي يتحمل مسؤوليته عن الأمن والسلم الدوليين. أيضا كان هناك اتصال بين الوزير سامح شكري وأنطونيو غوتييرس الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي حول ملف سد النهضة، ومصر والسودان طلبت عقد اجتماع طارئ على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية في يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة حول سد النهضة. إلى أين تودي كل هذه المسارات؟ خلونا أولا نتعرف على يعني طبيعة هذا الاجتماع وهذا الطلب العاجل من مصر والسودان من الجامعة العربية. ومعي على الهاتف سيادة سفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. سيادة سفير مساء الخير يا فندم، يعني أهلا بيك. يعني ما هو مضمون هذا الطلب المصري بعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب؟ يعني هو حصل قبل كده انه مصر والسودان طلبوا اجتماع مثل هذا وقدموا للاجتماعات سابقة ايضا مشروع قرار في هذا الموضوع. نعلم طبعا كلنا تطورات هذه القضية وكل ملابساتها، واعتقد انه مصر والسودان الان يحتاجان الى دعم سياسي من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وهو الدعم الذي قررتا أنه يفضل الحصول عليه خلال مناسبة الاجتماعات التي سوف تجري في الدوحة يوم 15 المقبل. احنا عندنا أكثر من اجتماع في الدوحة في نفس اليوم ورا بعض، يعني أكتر من اجتماع. يعني هذا هو اجتماع تشاوري اعتيادي مثلا لوزراء الخارجية العرب؟ لا، هو احنا يعني في يوم 8 فبراير الماضي الوزراء اتفقوا انه لابد يكون في تكثيف للاجتماعات التشاورية فيما بينهم، لانه لما بيلتقوا فقط على المستوى الرسمي في مارس وسبتمبر ما بيكونش في فرصة لتبادل الرأي الصريح
في موضوعات كثيرة مطروحة على الجدول وفي عموم المنطقة العربية. فقرروا أن يعملوا اجتماعين تشاوريين كل سنة بشكل يعني غير رسمي، تشاوري ده غير رسمي ملوش جدول أعمال، اجتماع يعني ملوش أي ملامح رسمية، لا يخرج عنه وثائق ولا قرارات ولا بيانات، لكنه هو مناسبة زي خلوة وزارية كده يتبادلوا فيها الرأي والوجهات النظر والمشورة حول مختلف الموضوعات، سياسية طبعا أو غيرها، لكن هي أغلبها موضوعات سياسية طبيعة الحال. أول اجتماع من النوع ده استضافته الدوحة، أو عرضت الدوحة استضافته، لأن قطر هي دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري. فده هيعقد يوم 15 القادم، وعقب هذا الاجتماع سوف يعقد اجتماع اللي طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة، وعقب هذا الاجتماع أيضا سوف يعقد اجتماع آخر للجنة التي تشكلت يوم 11/5 اللي فات، الشهر اللي فات، في خضم الأزمة التي كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التي حصلت بين فلسطين وإسرائيل في القدس. تشكلت لجنة عربية وزارية لمتابعة الموقف، وهو موقف طبعا طويل الأجل. فده أول اجتماع هيكون للجنة أيضا، ففي ثلاث اجتماعات وراء بعض في هذا اليوم. طيب كانت هناك يعني في اجتماعات الجامعة العربية أو اجتماع الماضي للجامعة العربية انتهت لتشكيل لجنة من الأردن والسعودية والمغرب والعراق، ليه ده فيما يتعلق بسد النهضة مش كده؟ يعني خلينا نقول انه هذه الدول اتفق كده على انه يتم تكليفها ببعض الاتصالات في نيويورك على مستوى المجموعة العربية، ولكن يعني انتهى الامر الى انه ممثل الجامعة العربية ومراقبها هناك هو الذي قاد الجهد بتكليف من المجموعة العربية طبعا، ويعني حصل اتصالات مع مجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن، وحصل اتصالات مع غيره أعضاء مجلس الأمن وغير الناس دي، والهدف طبعا توفير الدعم لمصر والسودان، الدعم السياسي، لكن كلنا طبعا عارفين يعني الأوضاع داخل مجلس الأمن في هذه النقطة تحديدا، إنه مجلس الأمن لا يفضل أو يعني لا يرحب أعضاؤه بالتدخل في قضايا الأنهار لأنه لأسباب تخص أعضاء آخرين، ولا يعتبر إن ده يهدد الأمن والسلم بشكل كبير. يعني خلينا نقول الجزئية الخاصة بإنه بعض الأعضاء الدائمين ويمكن حتى غير الدائمين، بس هو الحساب هو للدائمين، لديهم طبعا تحفظات على هذا الموضوع، ليس لشيء ضد مصر والسودان او لصالح اثيوبيا، ولكن من ناحيه المبدا هم طبعا هي دول مصب دول منبع في كل الاحوال، فبالتالي يعني عندهم دائما حرص على عدم المساس بما يعتبروه حقوق لدول المنبع، فده بيعقد طبعا اي توجه لدى لمجلس الأمن في هذا الخصوص. طيب في حال صدور قرار أو الاتفاق على قرار من المجموعة العربية أو وزراء الخارجية العرب، يعني في رأيك أو في توقعك ماذا يمكن أن يكون هذا القرار؟ قرار دعم فقط أم قرار بتحرك أم أي شكل القرار الذي تطالب به مصر والسودان؟ يعني هو القرار لم يصلنا حتى الآن، ولكن معلوماتي أنه الجانبين بيعكفوا عليه الليلة، وبالتالي في مشاورات للمندوبين العرب بكرة في مقر الأمانة العامة حوالي ظهر باكر. يعني أتوقع أنه القرار هيبقى مثل قرارات سابقة يتمحور حول الدعم العربي للموقف المصري والسوداني وتوفير الدعم، ويعني إعادة النص على
المواقف المصرية السودانية من هذه القضية. هذا الدعم مفيد في رأيك؟ يعني أنا عارفة أن يمكن بسأل أسئلة يعني ليست في تخصص حضرتك كمساعد للأمين العام، ولكن هل هذا الدعم يعني ورقة مهمة للدولتين، ولا هي ورقة تقليدية في النهاية زي بالضبط ما نروح مجلس الأمن؟ يعني هي في النهاية ورقة شكلية بنقول فيها أن احنا قمنا بما نستطيع أن نقوم به، في رأيك أهمية هذا الدعم؟ شوفي حضرتك، الدعم الحصول عليه في مثل هذه الأزمات، أي دعم تحصل الدولتان عليه هو دعم مقدر ومهم، سواء من الدول العربية أو أي دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة. فده من ناحية المبدأ. يعني من ناحية العملية، طبعا احنا شايفين أنه لا الموقف العربي ولا الأمريكي ولا الأوروبي ولا غيره يعني فارق كثير مع الطرف الأثيوبي، لأنه الطرف الأثيوبي يمتلك الجغرافيا هنا ولديه على الأرض إمكانية لإقامة واقع جديد وهو واقع السد. فبالتالي ماضي في تعنته وماضي في أسلوبه ولا يعتد كثيرا بالأمور دي، وسواء بدعم هنا أو هنا. هذا لا يعيب الموقف المصري والسوداني إن هم بيحصلوا على دعم من مختلف الأطراف الدولية، بالعكس، لأنه إذا بالفعل اكتمل هذا الدعم وذهب في اتجاه دول أفريقية مؤثرة وغيره وغيره، ممكن يضع الموقف الإثيوبي في عزلة، ويمكن هذا يدفع الطرف الأثيوبي لمراجعة حساباته. فمش غلط التوجه للحصول على الدعم، لكن طبعا كيف يمكن توظيف هذا الدعم سياسيا لخدمة الموقف المصري والسوداني؟ هذا هو السؤال، وهذا هو مربط الفرس زي ما بنقول. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة سفير حسام زكي، دايما لمعلوماتك. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. خلونا نذهب إلى الخرطوم، ومعنا على الهاتف دكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولي والعضو السابق في وفد السودان للمفاوضات، مفاوضات دول حوض النيل. مساء الخير دكتور مفتي، يعني ماذا تريد السودان أو ماذا يريد السودان من هذا الاجتماع لجامعة الدول العربية أو لوزراء الخارجية العرب الطارئ في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل؟ والله في تقديري هو يعني نشاط على أساس مزيد من الدعم، لأنه السودان ومصر عملوا دولة أفريقية وتواصلوا مع كثير من الدول الأفريقية، والآن يتواصلوا مع الدول العربية. لكن في تقديري الدول العربية سبق لها نظر في هذا الموضوع وكلفت لجنة رباعية لمواصلة الدعم للسودان ومصر، وهو دعم سياسي كما اختار مجلس الأمن من قبل مصر بالأمس، ويصف في نفس الاتجاه. ولكن في تقديري أن هذه الأمور قد ولى زمانها، والآن إثيوبيا وصلت يعني مرحلة من التعنت بدرجة 100%، وهي قاب قوسين أو أدنى من الملأ الثاني. ولذلك في تقديري توظيف الوقت هذا الوقت الحرج من قبل السودان ومصر يزال ان يقول فيماذا يقع تجاه التعنت الاثيوبي. الدول الافريقيه لن تستي اثيوبيا، والدول العربيه لن تستيها، ومجلس الامن لن يستيها، لان سبق مجلس الامن معلش بس عشان انا مش قبل الملأ الاول من اثيوبيا. يعني حضرتك بتقول لي انه سبق مجلس الامن. معلش خلينا بس عشان نفسر الكلام دكتور مفتي، انا مش فاهمه قوي، يعني الصوت مش واضح. حضرتك بتقولي انه نحن في الوقت الحرج، وانه يعني المسار الافريقي، ماذا عن المسار الافريقي؟ هل في رايك يعني وزيره الخارجيه السودانيه كانت بتلتقي برئيس المفوضيه الافريقيه النهارده، هل المسار اوغندا لديها طرح بانها نعمل قمه أخرى، هل المسار الإفريقي فاعل أم أنه أثبت فشله؟ لا، في تقديري أنه أثبت فشله، وبطبيعة توقفه ما حيكون فاشل، لأنه التجربة
اكدت ان كل الدول دول حول النيل بالذات كلها بتقف ضد السودان وضد مصر. احنا دخلنا في مفاوضات من العام 95 لحد العام 2012 موضوع التبدي. فطوال هذه المده كل الدول الافريقيه كانت بتقف ضد السودان ومصر وبتأيد سوريا، ولذلك تفتكر الكلام الذي يعني تصرح به الدول الافريقيه انها تفهمت الموقف السوداني ومصر يعني لا يعني قوة له في حديدة الأمر، ولذلك هو مضي في وقت غالي جدا، الوقت غالي ينبغي أن يعني يوظفوا ماذا يفعلون تجاه التعنت الأثيوبي وربطها لكل التدخلات في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية أو مجلس الأمن وحتى جامعة الدول العربية. يعني الوقت حالي جدا ولا بد يوظف توظيف صحيح في ماذا يفعلون تجاه التعنت الأثيوبي. تبلورت المواقف، ولذلك الكلام ثاني الكلام المرسل والكلام السياسي والاتصالات بكلها جربت وما نافع شيء مستمر. فماذا يفعل يعد اللجوء الثاني للدول الافريقيه والدول العربيه ومجلس الامن؟ هذه كلها جربت ولم تاتي بنتيجه. جربت ولم تاتي باي نتيجه. طيب يعني في رايك اذا ما هي السيناريوهات المطروحه؟ يعني ما لا مصر ولا السودان تريد ان تذهب او تريد ان تذهب الى الاتجاه الاخر اللي هو الاتجاه العسكري، واحنا مستمرين في قلنا احنا الاثنين ان احنا مستمرين في المفاوضات. اذا ما هو السيناريو في رايك لمحاوله تقليل الضرر؟ في تقديري انه الكرت الوحيد اللي تبقى للسودان ومصر هو المطالبه باسترداد الارض التي يقام عليها السد كمطلب قانوني بتعيد يعني اتفاقيه 1902 لهذه الارض منحت لاثيوبيا في العام 1902 بشرط انه المنشاه المائيه التي تقيمها لابد ان تاخذ موافقه السودان حكومه السودان مسبقا عليها. انا ما مع استهداف السد بضربة عسكرية أو كذا لأنه يكون آثارها كبيرة جدا وضرب لأعيان مدنية وبتقلب العالم كله ضد السودان ومصر. بالضبط لكن رفع سقف المطالب، رفع سقف المطالب والمطالب بالأرض التي قام عليها السد، أعتقد ده الطريقة المفروض يسلكوه السودان ومصر يوظفوا كل الجهود في هذا الاتجاه. طيب ماذا يعني المطالبه بالارض التي يقام عليها السد لانها كانت ارض زي ما حضرتك قلت ارض سودانيه سابقا، يعني الان كيف ستتعامل السودان لو اعتبرنا انه يعني برضو هذه المطالب تاخد وقت طويل بقى والاثبات القانوني وغيره، لكن الان السودان يواجه خطر كبير ايضا زي مصر، ولكن السودان ربما هو الخطر الاول سياتي على السودان والاكبر سياتي على السودان اذا بدأنا في الملء الثاني اللي هو متوقع خلاص خلال أيام. معلوماتكم إيه عن الملء الثاني ومعلوماتكم إيه وكيف يمكن درء هذا الخطر أو تقليل تأثيره؟ أنا في التقدير واحد فيه متكتم جدا فيما يتعلق بالملء الثاني والأشياء متضاربة وكذلك مفاوضين السودانيين يعني فرح بأنه الملء الثاني بدأ، ولذلك أنا أفتكر توظيف الجهود في موضوع استرداد الأرض مش جهود يعني سياسيه فقط وانما عمليه زي السودان حتى فيما يتعلق باراضي الفشقه اللي السد مقام على اراضي بني شقول وهناك اراضي الفشقه، فاراضي الفشقه الان فيها قوات سودانيه واستردت التسعين في البيئه منها وهناك شعب بني شقول الان يحمل السلاح ضد سد النهضه، ولذلك افتكر السير في هذا الاتجاه والضغط في هذا الاتجاه عمليا وليس من ناحيه نظريه افتكر يمكن يؤدي الى نتيجه. حتى يعني الدول الاخرى زي الولايات المتحده الامريكيه ممكن تغير موقفها اذا رات هذا الاتجاه يعني القوي من قبل السودان ومصر. اما ما بيعت الوقت في الكلام ومحاوله الاشياء المجربه قبل كده الموضوع حيكون زي الملع الاول، الملع الاول حصل بنفس الصوره وعدم اتخاذ خطوه جاده من قبل السودان ومصر ادى لانه الملا الاول فيه والان اكتسب الملا الثاني شرعيا. خط قطع. بشكرك من الخرطوم دكتور احمد المفتي خبير المياه والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات دول حوض النيل اللي بيقول يعني ملخص ما قالوا انه هذه
امور جربت من قبل وهذه مضيعه للوقت، يا لما نروح لمجلس الامن او لجامعه الدول العربيه كل ده مضيعه للوقت، وان كل ده جرب من قبل وعنده اقتراح اخر بورقه اخرى وهي المطالبه بالارض التي قامت عليها السد، لكن برضو ده هياخد وقت، يعني هياخد الاثبات والاثبات القانوني، احنا بنتكلم في حاجه بتاخد سنين، وهناك كيان قائم بالفعل هو سد النهضه. خلونا نتكلم فنيا اكتر، ومعنا عبر زوم دكتور عباس شرائي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره. دكتور مساء الخير، يعني اذا بعيدا بقى عن السياسه والجزء السياسي، فنيا الان ما هو وضع السد؟ ما هو وضع الملء الثاني للسد؟ والكلام ان الصور بتقول انه الجزء المتوسط او في منتصف السد لم يرتفع بالشكل الذي يسمح بهذا الملء بالكميات اللي كانت بتتكلم عليها اثيوبيا. اولا مساء الخير على حضرتك وجميع الساده المشاهدين. الحقيقه بالنسبه للتخزين الثاني والإنشاءات الهندسية التي تتم في السد بخصوص هذا التخزين هي ضعيفة للغاية. يمكن شفنا الأيام السابقة رفع حوالي 4 متر، ومن المتوقع أن يرفعوا 4 متر أخرى ليصلوا إلى منسوب كما أعلن وزير المياه الإثيوبي. هذا المنسوب معناه تخزين حوالي 4 مليار متر مكعب في هذا الصيف، بالإضافة إلى 5 مليار من العام الماضي، يبقى الساعة حوالي 8 أو 9 مليار متر مكعب، ده المحتمل ان يتم تخزين هذا العام. ولكن هذا التخزين حقيقه يعني يعتبر تخزين ضعيف، وهذا ليس مبرر بالنسبه لمصر والسودان بيعترضوا على التخزين ايا كانت الكميه، حتى لو كانت مليار متر مكعب واحد بدون اتفاق. ولكن احنا بنصف الموقف الحالي ان اجراءات الانشائيه ضعيفه للغايه، وان التخزين هذا العام من 2 الى 4 مليار متر مكعب فقط، بالإضافة إلى الكمية من العام الماضي. وممكن التوربينين اللي على مستوى منخفض لو كانوا راكبين وكانوا جاهزين كان المفروض اشتغلوا، ولكن ما اشتغلوش حتى الآن، والحقيقة ما عندناش معلومات إذا كانوا ركبوا ولا لا، يعني مش هيشتغلوا طبعا إذا ركب التوربينين يبقى ممكن يشغلوهم. احنا شايفين أن إثيوبيا لديها انتخابات الأيام القادمة وبتسعى بكل الطرق أنها تعمل أي تخزين ولو بأي رقم، يبقى على اساس ان امام الشعب الاثيوبي يبقى قامت بعمليه التخزين الثاني وتدير التوربينات. لو تمت هذه العمليه بتحقق لها الهدف السياسي، ولكن هذا التخزين يعني التخزين ضعيف للغايه، وبالتالي يمكن ده يعطي فرصه للمفاوضات، ولكن يجب ان المفاوضات تصل الى حل قبل حتى ولو تخزين مليار او 2 مليار متر مكعب في الايام القادمه. طيب للأسف يعني كما هو واضح الآن أنه حتى هذه اللحظة إحنا بنتكلم إمتى هيكون الملء الثاني؟ يعني موسم الفيضان المفروض يبتدي من يونيو أو من يوليو، من أول يوليو، فإحنا بنتكلم في أسابيع قليلة، يعني مش من المنتظر أنه ممكن يحصل فيهم أي بريك ثرو أو أي اختراق للعمل السياسي. خلينا نتكلم فنيا بقى، أنا عارفة طبعا أنه سياسيا فكرة إن لو ملينا حتى مليار متر مكعب واحد فهو سياسيا بالنسبة لهم انتصار، وهو إنجاز أنه تم الملء حتى بدون اتفاق. نتكلم فنيا بقى، تأثير هذا الملء على السودان وعلى بالذات السدود والخزانات والتخزين في السودان وسد الرصيرس، وبعدين نتكلم على تأثيره على مصر. بالنسبة للسودان العام الماضي عندما تم تخزين 5 مليار متر مكعب، السودان كان بيفرغ سدوده قبل موسم الفيضان، فلما فرغ السدود وبدأ التخزين العام الماضي السودان وجد أن النيل الأزرق مستوى المياه فيه انخفض، ومحطات مياه الشرب خرجت عن الخدمة لمدة لا تقل عن أسبوع في كل المدن التي تطل على النيل الأزرق حتى الخرطوم. ولكي يتفادى هذا الخطر هذا العام حافظ على المياه في السد، فأصبح سد الرصيرس الآن شبه مملوء بحوالي 5 مليار متر مكعب، وسعته الإقبالية حوالي 7.5 مليار متر مكعب. يمكن العام الماضي كان بدأ في موسم الفيضان وبه بحوالي 2.5 أو 3 مليار فقط، أما الآن ففيه 5 مليار متر مكعب، على اعتبار ان اثيوبيا سوف تخزن لمنسوب 595 بكميه قدرها 13.5 مليار متر مكعب. وبما ان الحكومه الاثيوبيه اعلنت ان التخزين هيكون منخفض
يعني حوالي 4 مليار بدلا من 13.5 مليار. فاصبح السودان الان في يعني نقدر نقول ورطه، لانه مطلوب منه ان هو يفرغ جزء كبير من سد روسيرس لان التخزين انخفض. وبالتالي بالفعل شفنا من عده ايام سد روسيرس بدا في تصريف جزء من المياه، ولكن الوقت المتبقي برضه يعتبر ضيق، ولكن السودان بيحاول ان هو يوازن. لكن هنا غياب المعلومه هو اللي بيسبب هذا التخبط الشديد في السدود السودانيه، وبالتالي هنا تشغيل سد روسيرس اصبح الان يعني منتظر ماذا سيفعل الاثيوبيون في سد النهضه. فاحنا بالنسبه لمصر او السودان انتظار الفعل واحنا يبقى عندنا رد الفعل، هذا اصلا يعني لا يجوز في السدود، وبالتالي وجب التنسيق في السدود التي تقام على نهر واحد. نيجي بقى لمصر، ماذا اذا كان الملء السنه دي او التخزين زي ما حضرتك بتقول من 2 ل 4 مليار طبقا للامكانات اللي هنشوفها؟ من طبعا واضح ان اثيوبيا بتعمل لنا مفاجاه انه اوبس في مفاجاه كذا، يعني هو فعلا ما فيش تنسيق ما فيش معلومات، وهذا لا يجوز لا علميا ولا قانونا في الانهار المشتركه الانهار الدوليه المشتركه، ولكن التأثير على مصر إيه لو هو التخزين من 2 ل 4 مليار؟ والتأثير على مصر إيه لو هم فعلا خزنوا ال 13.5 مليار؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لحصة مصر؟ بالنسبة لحصة مصر، أولا أي كمية تخصم سواء كانت 2 مليار أو 13.5 مليار فكلها هتخصم من حصة مصر المائية. يعني ده أي مياه تخزن في إثيوبيا سوف تخصم من حصة مصر، المفروض رسميا أن تخصم مناصفة ما بين مصر والسودان، ولكن عمليا هتبقى من حصة مصر. فإذا احنا عملنا حسابنا أن في تخزين 13.5 مليار متر مكعب سوف يتم استقطاعهم هذا الصيف، وبالتالي احنا شددنا على مثلا مساحات الأرز ألا تزيد على 1 مليون فدان. لو كنا نعرف أن فيه التخزين سوف ينخفض إلى هذا الشكل كان ممكن نتوسع. احنا في سنة من السنوات زرعنا 3 مليون فدان أرز، والمليون فدان أرز بيأتي بحوالي 3.5 مليون طن، وبقيمة تصديرية يمكن حوالي 3 مليار دولار. فطبعا دي هذه خسارة، وموسم الأرز باقي فيه يمكن 3-4 أيام على انتهاء زراعة الأرز. فبالتالي إثيوبيا كده بتضيع علينا يعني مواسم وزراعات كنا هنزرعها، اضطرينا أن احنا نعمل مشروعات كلفتنا عشرات بل مئات المليارات، زي تبطين الترع تكلف 18 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى محطات الصرف معالجة مياه الصرف تكلفت أكثر من 100 مليار جنيه. فكل هذه التكلفة من أجل توفير كمية من المياه اللي هي دلوقتي موفرة في السد العالي. إذن المياه الموجودة في السد العالي حتى لما نعوض جزء سوف تخزنه إثيوبيا، فمن مياه السد العالي فهي مياه مكلفة، لأن احنا دفعنا أمام هذه المياه طبعا مليارات لتوفيرها، بالإضافة إلى السد العالي نفسه وما تكبلناه من يعني مشاكل طيب مع أمريكا في الستينات وغيره. وبالتالي هذه المياه المفروض أنها كانت مياه مخزنة لموسم الجفاف، وإحنا مش عارفين مواسم الجفاف، هل السنوات القادمة تبقى جفاف ولا فيها أمطار؟ طيب إذن بالنسبة لمصر السد العالي هو حصن الأمان، ولكن هنا السياسة الإثيوبية يعني لو كانت واضحة وكانت مؤكدة ومتفق عليها كان هيبنى عليها. طيب الفتحات اللي اثيوبيا اتكلمت عليها، الفتحتين اللي بيتم منهم تصريف المياه اللي مصر طلبت ان هم يكونوا 4 او اكتر، وقالت انا مستعده حتى اصرف انفق عليهم، ورفضت اثيوبيا، وضع هذه الفتحات ايه وتاثيرها؟ فتحه هذه الفتحات لما التوربينات تبقى راكبه وتشتغل هيبقى في مرور مياه، ولكن لو التوربينات في مثلا لاي سبب في صيانه او غيره والبوابات مقفوله يبقى ما فيش مياه هتمر. عشان كده عاملين فتحتين اللي هم بيمرروا المياه الان. مصر كانت طلبت منهم ان الفتحتين يبقوا 4 علشان لو التوربينات كلها واقفه يبقى في 4 بوابات يمرروا كميه يعني حوالي 100 مليون متر مكعب في اليوم، الكميه تبقى معقوله. لكن اثيوبيا رفضت وايامها قالوا احنا ليه نكلف الاثيوبيين اموال لن يستفيدوا منها،
وصمموا على الفتحتين اللي هم شغالين دلوقتي وبيخرجوا مياه بدون توليد كهرباء. لكن لو التوربينات راكبه والبوابات موجوده وشغاله هيبقى في تصريف مياه، مش هيبقى في مشكله. ولكن احنا كنا عاملين حسابنا ان البوابات دي لو مقفوله، وده احتمال وارد ان اي سد ان بيبقى فيه التوربينات فيه صيانه او غيره وتبقى مغلقه، وبالتالي يبقى ما فيش غير الفتحتين دول فقط. طيب سؤالي الاخير هو عن الكهرباء. الاثيوبيا بتتهمنا ان احنا رافضين، ان ضد التنميه، ضد تنميه الشعب الاثيوبي، ضد واقفين ضد احلامها في انه الناس يكون عندها كهرباء وتعيش حياه افضل، وده طبعا غير حقيقي. ولكن الان بالوضع الحالي، ودي السنه الثانيه، يعني هما السنه اللي فاتت قالوا هنشغل الكهرباء وهنولد الكهرباء، الان بالوضع الحالي تستطيع اثيوبيا زي ما حضرتك قلت بتوربينين انها تولد كهرباء، وتولد قد ايه؟ اولا التاخير ده للسنه السابعه. سبعه. المفروض التربونين دول كانوا يركبوا ويشتغلوا في صيف 2014. وفي كل سنه يبقى في تاخير، حتى السنه العام الماضي كان عندهم امل ان يخزنوا 18.5 مليار ويشتغل التربونين. وما اشتغلوش. والسنه دي احنا ما زلنا برضو احتمال ما يشتغلوش، لان واضح التربونات لو كانت موجوده وراكبه كانت تشتغل بالمخزون الموجود حاليا في البحيره. التوربينات تشتغل عند 4 مليار متر مكعب، دلوقتي هم عندهم 5 مليار. ولكن واضح ان التوربينات نفسها مش راكبه. اما بالنسبه ان مصر تكون مسؤوله عن ان الاثيوبيين عايشين في الظلام، اثيوبيا بتولد حوالي 4500 ميجا وات بالكامل في اثيوبيا بالكامل، وده يمكن يساوي محطه من محطات مصر الاخيره زي محطه بني سويف او البرولس او غيره. وبالتالي اثيوبيا 115 او 110 مليون نسمة على الاقل عندهم كميه قليله من الكهرباء. ليس ذنب مصر، لان اثيوبيا لديها 12 نهر، وفي في منهم 9 انهار ليس لهم علاقه بنهر النيل. لماذا لم تقيم اثيوبيا المشروعات وتدير اثيوبيا لدرجه ان سد النهضه، هناك ادعاء ان سد النهضه سوف يدير البيوت الاثيوبيه. ليس هناك شبكه لنقل كهرباء سد النهضه الى الداخل، ولكن اثيوبيا بتركز على تصدير هذه الكهرباء ووعدت السودان. ويمكن شفنا السودان السنوات الماضيه كانت بتؤيد سد النهضه، يتم تصدير حوالي 1000 ميجا من سد النهضه الى السودان باسعار منخفضه. ولكن يبقى هنا الحكومه الاثيوبيه مرتبه ان كهرباء سد النهضه للتصدير وليست للاثيوبيين، ولو وجهت للاثيوبيين فهي لا تمد اكثر من 10-15 مليون مواطن اثيوبي. نعم. وليس ليه 70 مليون مواطن اثيوبي، لان رئيس الوزراء الاثيوبي بيدعي انه هينير 65 مليون مواطن، وهينير ايضا ملايين الافارقه في شرق القاره الافريقيه، كل ده من سد النهضه. اثيوبيا لكي تنير للشعب الاثيوبي تحتاج 6 أو 7 سدود زي سد النهضه، بس بشرط يكون في شبكات لتوزيع الكهرباء داخل اثيوبيا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره. والحقيقه ان احنا واخدين الطريق المفاوضات للنهايه. هل سينير سد النهضه البيوت الاثيوبيه كما يدعي الاثيوبيون، ام انه فقط للاستغلال السياسي وللاستهلاك السياسي الداخلي يعني لتحقيق اغراض سياسيه داخليه لصالح فصيل ضد آخر؟ بالأمس ننتقل لخبر آخر. وبالأمس الحقيقة النهاردة بالأمس كان في زيارة مهمة لولي العهد السيوسي السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر لشرم الشيخ. التقى الرئيس السيسي، دي مش أول مرة، هذه لقاءات مستمرة بين القيادتين سواء على هذا المستوى أو على مستوى خادم الحرمين. والحقيقة إنه العلاقات بين مصر والمملكة السعودية هي علاقات مهمة، التنسيق المستمر بين القيادات في الدولتين هو تنسيق مستمر. يا ترى ما هي الملفات وما هو يعني إطار التنسيق الذي دار في هذه المناقشات؟ وزي ما قلت لكم دي مش أول مرة ولن تكون الأخيرة، التنسيق بين البلدين مستمر. معي على الهاتف من جدة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين أديب. أستاذ عماد مساء الخير. مساء النور أستاذ لميس، أهلا بحضرتك
أنا سعيد أن أكون موجود معك. أشكرك. يعني خلينا نبدأ بهذه الزيارة إلى شرم الشيخ، وليست الأولى يعني، وليس اللقاء الأول بين الرئيس وولي العهد السعودي. يعني كيف عندما تقرأ المشهد العربي والمشهد في مصر، بين مصر أو بين القاهرة والرياض، ما هي الملفات اللي ممكن يكون القيادتين ناقشاها في هذا الاجتماع؟ أنا بكلم حضرتك من جدة، ومن 3 شهور كنت في أبو ظبي، وبعدين يعني ده مسار 90 يوم، أبو ظبي دبي، وبعدين جيت الرياض، وبعدين رحت مكة والمدينة في رمضان، وبعدين رجعت الرياض، وبعدين موجود في جدة. فأنا بقالي 90 يوم في منطقة الخليج. فيعني فممكن جزء من اللي أنا بقوله لحضرتك مش بس بيعتمد على التحليل، ولكن من معايشات ولقاءات وأخذ ورد وحاجات كتير جدا. عشان نشوف اجتماع شرم الشيخ لازم نشوف مسار الأحداث في بس الأسبوعين الأخرانيين. أنت عندك في رمضان أمير قطر كان في زيارة للمملكة، وبعدين عند حضرتك الشيخ محمد بن زايد كان في زيارة لمصر، وبعدين عندك اجتماع تشاوري على هامش الاجتماع الطارئ بتاع وزراء الخارجية في قطر، وفي نفس الاجتماع نتج عنه وجود معالي الوزير أحمد قطان وزير الدولة للشؤون الأفريقية اللي موجود في أديس أبابا النهاردة، وقابل أبي أحمد برسالة مهمة جدا من القيادة السعودية. وهذا اللقاء هو مجرد جزء من حلقة لأنشطة كثيرة تحدث في المنطقة. هناك حركة للوصول إلى نقطة معينة، وهي محاولة تجنب الصراع أن يصل إلى مرحلة تستدعي عمل عسكري نوعي يعطي نوع من الإنذار ويعطل الخطط الأثيوبية المتعنتة، بحيث أن يمهد المجال لمفاوضات حقيقية، أو أنه تقتنع أثيوبيا وأبي أحمد في اللحظة الأخيرة وتنقذ الموقف من الصدام العسكري بأن هي تسمع لصوت العقل وتقوم باتفاق قانوني ملزم فيه آلية لفض النزاعات، ويكون فيه عملية الملء للسد حسب ما يخدم مصلحة الثلاث دول، وليس الملء بالشروط الأثيوبية وحدها. هي الحركة دي اللي بتحصل كلها ليها علاقة بهذا الموضوع. اجتماع شرم الشيخ علينا ان احنا كلنا يعني بنتابع كمخبرين صحفيين الأحداث. هذا اجتماع لم يعلن عنه مسبقا، صحيح، لم يعلن عن ترتيبات اللوجستية، لم يعرف الوقت اللي هو استغرقوا. ده كل ده مش تقصير من الكشف الإعلامي عنه، ولكن لأنه اجتماع حسب ما علمته، هنا بقول لك المعلومة، اجتماع مهم جدا 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 3 مرات، لأنه في مناقشات لكثير من الأمور الإقليمية التي أريد لها أن تكون ثنائية بين 2 وحدهما على هذا المستوى، ليتم فيه اتخاذ مواقف وقرارات بالغة الأهمية بالنسبة للمنطقة. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. هذا الاجتماع المعلومات اللي صدرت عنه كانت من موقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجانب السعودي اكتفى بنشر الصورة. من هنا شكل اللقاء كله بالابتسامة اللي موجودة، بالصورة الوحيدة التي تعمدت رئيس الجمهورية تطلعها فيها ابتسامة وفيها أريحية وفيها ريلاكسيشن وفيها كذا،
كل ده بنقدر نفهمه كمان نتابع الأحداث إن هو شيء غير معتاد. حصل إيه جوه القاعة؟ أي إنسان يقولك أي حاجة يبقى بيكذب عليك، لأن هذا الاجتماع كان المعلومة اللي عرفتها من الجانب السعودي إنه كان هناك رغبة شديدة في إنه لا يتم الكشف عن محتواه، وترك للجانب المصري وللرئيس شخصيا على موقعه إنه هو اللي يقول النقاط الأساسية اللي حصلت فيه. ولكن نفهم نخرج من التحليل إلى المنطق، إنه في اجتماع موجود في 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 قطر لبحث موضوع سد النهضة، إن وزير الدولة للشؤون الأفريقية معالي الوزير أحمد قطان السعودي موجود في أديس أبابا وقابل أبي أحمد وينقل رسالة، وعلى فكرة هو علاقته بأبي أحمد جيدة، لأنه آخر لقاء بينهما كان في 6 فبراير منذ عام، وسلمه رسالة خطية من العاهل السعودي، وأيضا في مصالح سعودية قوية جدا داخل أثيوبيا، في 100,000 أثيوبي يعملون داخل المملكة العربية السعودية، تحويلاتهم مهمة جدا للاقتصاد الأثيوبي، في 6 قطاعات كبرى من المشروعات المشتركة الاستثمارات السعودية داخل المملكة. لو أضفت لذلك بقى الاستثمارات الإماراتية اللي موجودة داخل أثيوبيا، يبقى ممكن تفهمي شيء مهم جدا. لو أضفت لذلك أنه بعد اتفاق العلا الموقف القطري وبالتالي الموقف التركي تحسن جدا فيما يختص بطريقة التعامل مع الملفات المصرية، وخرج من حالة العداء إلى محاولة استمالة الجانب المصري، وكان قطر وتركيا بيلعبوا دور مهم جدا في التأثير على رفع حالة العدائيات الأثيوبية تجاه مصر والسودان في موضوع سد النهضة. الموقف الدبلوماسي، حالة التأييد اللي هي موجودة للموقف المصري، الرؤية الدولية كلها تدعم الآن موقف قدام حلين، يا إما يكون فيه ضغط على الجانب الأثيوبي بتوقيع اتفاق اللحظة الأخيرة ويكون فيه تعقد والقبول بمصالح الثلاث أطراف، أم في حالة أنه لابد أن يكون هناك رد ما أو فعل إيجابي يتعدى الدبلوماسية، ففي الحالة دي المناخ أصبح مهيأ، لأنه لا أحد يرى أن هناك معقولية في المطالب الأثيوبية. طيب في رأيك كده كيف تفكر الإدارة المصرية؟ يعني الآن نحن أمام أيام، يعني خلاص الوقت الساعة بتدق والوقت بيعدي. صحيح أنه الكلام الفني اللي كنا نسمعه منذ قليل أنه الوضع قد لا يؤدي إلى ملء 13.5 مليار، ولكن حتى لو هو في ملء مليار واحد فهو تأكيد على ما تريده إثيوبيا، أن أنا بملى أي حاجة أنا عايزاها في أي وقت وما بدون اتفاق، فالقضية مش كام، القضية هي الملء نفسه. كيف تفكر الإدارة المصرية؟ الإدارة المصرية رايحة لمجلس الأمن، اجتماع طارئ للوزراء الخارجية العرب، يعني النفس بقى طويل لحد فين؟ كيف تفكر الإدارة المصرية في رأيك؟ يعني في الحكمة اللي موجودة عند الرئيس السيسي في نظرية الصبر الاستراتيجي. الصبر الاستراتيجي يعني الوصول إلى آخر إمكانية أو آخر فرصة حل دبلوماسي أو حل ودي أو حل تفاوضي لتجنب الصدام العسكري، ليس خوفا من الصدام العسكري وليس عدم قدرة عسكرية لدى مصر. حجم التسليح المصري إذا قورن بالتسليح الأثيوبي و القوات اللي تحت السلاح والصواريخ ومداها ونوعية الطائرات وكفاءة المقاتلين والموازنة العسكرية، بتوصل لدرجة ما يسمى 13-1، يعني الفارق شاسع، يعني في أي مواجهة عسكرية ممكن يحصل ضرر كبير لإخواننا وأشقائنا في أثيوبيا. لكن
الرجل الذي درس العسكرية ودرس كلية أركان حرب في عدة دول في العالم أخرهم في الولايات المتحدة الأمريكية يدرك خطورة العمل العسكري. الجنرالات أو من لهم خلفية عسكرية هم أكثر ناس يقدرون تبعات العمل العسكري. مش الفكرة أنك تبدأي حرب ولكن كيف تبدأيها وتخرجي منها. فيك شفنا صراعات كثيرة بدأت ولم تنتهي. دي نقطة. النقطة الثانية أنت بتقولي هو بيفكر إزاي؟ هو سيستنفذ، عارفة لو في كتالوج للتفاوض هو بيمشي على كل نقطة في التفاوض، حشد وضع داخلي، حشد وضع إقليمي، الضغط بالعالم العربي، الذهاب للمنظمات الدولية، الذهاب إلى مجلس الأمن، الضغط من خلال الدول ذات العلاقة الاستثمارية اللي هي موجودة داخل أثيوبيا، استخدام حتى الخصوم السابقين زي قطر وتركيا من أجل محاولة ممارسة نفوذ داخل هذا الأمر، استخدام الدعاية في العالم، إجراء مناورات عسكرية تعطي إشارات رادعة، شراء صفقات سلاح ممكن أن تدخل في استخدامات أي عملية نوعية مقبلة. كل شيء ممكن عمله من أجل هذا الأمر هو الإدارة المصرية ماشية فيه والرئيس السيسي ماشي فيه. إذا وصل هنا بقى السؤال اللي أنت عايز تعرف الإجابة، إذا وصلت مصر ووصلت القيادة المصرية إلى نقطة لا عودة واستحالة الوصول إلى حل عاقل، فمن نهاية تنتهي الدبلوماسية ويبدأ عمل آخر فيه القوة تكون هي الطريق الوحيد. طيب. لكن هذا الإجراء لا أحد يريده ولا أحد يسعى إليه ولا يدعو إليه، هناك محاولات لتجنبه. طيب يعني حضرتك بتقول انه سد النهضه كان يعني من التحليلات يعني قضيه اساسيه على اجنده هذا الاجتماع، هل تتوقع قضايا اخرى تتعلق بالاقليم ربما كانت على اجنده هذا الاجتماع؟ يعني انا لا اتخيل انه الجانب السعودي يكون مع الجانب المصري ولا يتحدثان في موضوع اليمن، ولا اتخيل انه الجانب السعودي يريد ان يعرف من الجانب المصري اخر المستجدات في الوساطه المصريه في الملف الفلسطيني. وايضا اكيد انهم بيناقشوا شكل الوضع الجديد في حال اذا ما تم الاتفاق النووي ما بين الولايات المتحده الامريكيه 5+1 و الإيرانيين، لأن هيبقى في شكل منطقة جديد، وبالتأكيد بيتابعوا ما تم إنجازه في اتفاق قمة العلا اللي هو في الأربع دول اللي كانت عندها مشكلة مع قطر ومدى الالتزامات اللي هي ماشية ومدى التقدم في هذا الموضوع. طبعا أنا عايز أنقل لك نقطة، إنه لما جه وزير الخارجية التركي، ودي أنا عرفتها هنا من لما كنت في الرياض، جه وزير الخارجية التركي بعد قطيعة طويلة مع المملكة العربية السعودية يزور المملكة، فابتدى يتكلم عن مجموعة من الإجراءات لإصلاح العلاقات بين البلدين. قالوا له إحنا ما عندناش مشكلة في كيفية إعادة العلاقات والعلاقات التجارية والاستثمارات وكل ما بيننا. أول نقطة قبل ما تتكلم معنا في العلاقات السعودية التركية، أرجوك حل المشكلة مع مصر وكل المفاوضات اللي بينك وبين مصر، نريدك أن تنتقل فيها من حالة الوعود إلى حالة التنفيذ، سواء في الموضوعات الثنائية أو في الوضع الاستراتيجي اللي بالنسبة لوجود قوات الميليشيات في ليبيا. فاللي عايز أقوله أنه كمان في نقطة مهمة حصلت تساعد مصر جدا، وهو دخول دولة الإمارات كعضو غير دائم عن طريق الانتخاب في مجلس الأمن في هذه الدورة، وده مهم جدا أنه يكون لنا سند داخل مجلس الأمن في هذه الظروف اللي هيكون فيها سواء العمل الدبلوماسي أو أي عمل من نوع آخر، أنه ما يحدث هو فيه سواء سلمي أو عسكري في تهديد للسلم والأمن الدوليين، وهو صميم اختصاص مجلس الأمن الدولي.
أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل وهذه المعلومات الحقيقة. يعني طبعا وجود حضرتك في منطقة الخليج كمان بيكون له زخم معلوماتي مهم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين أديب، واللي في نهاية كلامه اتكلم على وجود الإمارات وانتخابها في عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وكده الدول العربية لديها عضوين هي الإمارات و تونس. تونس هي طبعا في الجزء الغير دائم في انتخابات لأعضاء غير الدائمين بيأتوا من دول مختلفة، 10 أعضاء غير دائمين بيتم انتخاب 5 كل سنة لمدة سنتين. تونس انتخبت في 2019 نهايتها العام الجاري. احنا هنا بنتكلم في الإمارات سنتين أيضا تبدأ 22 23 23. والحقيقة أن فعلا وجود الإمارات هو يعني ذخر مهم للمنطقة العربية بقضاياها المختلفة. احنا كده عندنا تونس والإمارات داخل مجلس الأمن، عضوية مجلس الأمن، وده بيبقى دايما داعما للقضايا العربية والقضايا الإقليمية. وطبعا الإمارات انتخبت لمواقفها المعروفة، يعني التنمية الموجودة داخل دولة الإمارات، وأيضا مواقفها السياسية الداعمة دائما للسلم والأمن الدوليين. وإحنا الحقيقة سعداء جدا بانتخاب الإمارات عضوا غير دائم بالجامعة بمجلس الأمن الدولي. سريعا بقى ننتقل دوليا إلى لندن. السبعة الكبار يجتمعوا هيشوفوا بقى هيوزعوا قد ايه على من اللقاحات على الدول النامية. الوضع، القصة، الخلاف مع الصين، ما يهمنا هنا هي قصة اللقاحات، لانه الدول الكبرى بعد ما قررت انها يعني طعمت من 50 ل60% من سكانها انها تقدر تدي عن طريق الكوفاكس للدول النامية يعني لقاحات اخرى. فامريكا قالت حدي والله 500 مليون للكوفاكس، بريطانيا قالت حدي 100 مليون من الكوفاكس، وهكذا. هذا الاجتماع ربما يكون الاخير لميركل، ما نعرفش موقف ماكرون لانه برضو بيبقى فيه انتخابات، ولكن الأكيد أن هو هذا هو الاجتماع الأخير الذي تحضره المستشارة الألمانية ميركل من لندن. الكاتب الصحفي أحمد العناني، أحمد يعني العالم مهتم بالسبعة الكبار والمنطقة أيضا، عشان موضوع ليس فقط الخلافات مع الصين، ولكن أيضا علشان موضوع اللقاحات أهم ما دار في هذا الأمر. وأعتقد أنهم أيضا التقوا بالملكة إليزابيث وكان لقاء يعني صورة فوتو أب زي ما بنقول. تفضل. مساء الخير مدام لميس. بالفعل قمة مجموعة الدول السبعة الكبار أو دول الصناعية الأغنى في العالم هو اجتماع مهم جدا جدا، كتير من الناس مش بس في أوروبا، حوالين العالم كله مهتمين بنتائج الاجتماع ده. طبعا الاجتماع ده هو أول اجتماع شخصي وجها لوجه بين قادة الدول، لأن احنا زي ما احنا عارفين الاجتماع اللي كان في سنة 2020 اتلغى بسبب وباء كورونا، وده برضو أول تعتبر أول زيارة للرئيس جو بايدن خارج أمريكا كرئيس للولايات المتحدة، وأول زيارة له في بريطانيا بشكل عام. هو المفروض أن هو في سلسلة من الاجتماعات بتبدأ باجتماعات مجموعة الدول السبعة وهتنتهي بلقاء جو بايدن بفلاديمير بوتين في جنيف آخر الأسبوع اللي جاي. بشكل سريع جدا، الأجندة الرئيسية للاجتماع هو واحد، مسألة التعافي من وباء كورونا وتنشيط الاقتصاد خصوصا بعد اللي حصل في الفترة اللي فاتت، ده الرقم واحد على الأجندة. ويأتي بعدها مسألة توزيع اللقاحات على الدول الأكثر فقرا في العالم أو الدول النامية لو نقدر نقول كده، بالإضافة إلى مواضيع كتيرة في السياسات الخارجية لهذه الدول. لو بنتكلم على مسألة اللقاحات، احنا كنا عارفين ان في مشروع اسمه مشروع كوفاكس، ده مشروع أممي تحت مظلة الأمم المتحدة، بيهدف انه يوزع اللقاحات سواء عن طريق تصنيعها في الدول النامية او عن طريق تصديرها لهذه الدول. بريطانيا أعلنت التزام إن هي هتتبرع تقريبا ب100 مليون جرعة من اللقاحات، الولايات المتحدة هتتبرع بتقريبا 500 مليون جرعة، وبشكل عام دول مجموعة السبعة المفروض إن هما يخرج منهم 1 مليار جرعة في هذه السنة. طبعا هما اتفقوا إنه
على الأقل مع نهاية عام 2022 يكون تم تلقيح جميع سكان الأرض إن أمكن ذلك. كان في ردود أفعال كتيرة دولية على مسألة اللقاحات، أهمها رد الفعل اللي خرج من منظمة الصحة الدولية اللي قالت إنه والله إحنا محتاجين 11 مليار جرعة عشان نقدر نطعم سكان الأرض، وإنه رقم مليار جرعة من السبع دول الأغنى والسبع دول الأكثر تقدما في العالم ده رقم بصراحة قليل جدا ولا يليق بمكانتهم الاقتصادية والصناعية. في سياق آخر بقى كانت المناقشات بتدور بشكل كبير جدا 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 عن مسألة روسيا والصين. الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ما يطلع من أمريكا وقبل ما يوصل لكورنويل المنطقة اللي بيتعمل فيها الاجتماع ادى رسالة مباشرة للصين وقال إنه مجموعة السبعة هتتحرك تجاه الانتهاكات والممارسات اللي هم بيعملوها. هو طبعا هو كان بيقصد على التحركات العسكرية اللي روسيا بتعملها على الحدود مع أوكرانيا، وأيضا الهجمات السيبرانية اللي الدول الأوروبية بتعاني منها بشكل شهري، خصوصا في بريطانيا هنا تقريبا 80% من الهجمات السيبرانية اللي بتحصل على بريطانيا بتكون مصادرها روسيا. وأشار طبعا إلى الصين وانتهاكات حقوق الإنسان اللي بتحصل داخل الصين مع الأقليات الإيغورية. يعني كان في مظاهرات أظن أيضا معادية أو مناهضة لهذه الاجتماعات، يعني لماذا هذه التظاهرات؟ هو في الحقيقة المظاهرات مش معادية بمعنى كلمة معادية، هو أحد النقاط النقاش على جدول الأعمال كانت مسألة التغير المناخي والعمل على خلق سياسات اقتصادية بتقلل من انبعاثات الكربون. كتير من الجماعات البيئية أو الجماعات أو النشطاء البيئيين في أوروبا عملوا نظموا كتير من المظاهرات سواء في لندن أو حتى في منطقة كاربس باي اللي بيحصل فيها الاجتماع. أغلب المظاهرات دي كان الغرض منها لفت انتباه الأنظار العالم، يعني وخصوصا الإعلام الدولي على مسائل التغير المناخي ومسألة تلوث المحيطات والبحار. طب سريعا عناني، كان المفروض أن بريطانيا تفتح يوم 21 وكل الناس كانت منتظرة، حصل تأخير، لماذا لو سريعا بس؟ ببساطة شديدة لأنه بريطانيا بدأ ينتشر فيها النسخة المتحورة من الفيروس اللي اسمها النسخة دلتا اللي هي تم دلتا. اكتشافها في الهند. بريطانيا بعد ما وصلت إن هي بتعلن عن زيرو وفيات في اليوم وعدد الإصابات وصلت لأقل من 2000 إصابة، النهاردة إحنا بنتكلم تقريبا عندنا أكثر من 8000 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة. 80% من هذه الإصابات هي عن طريق النسخة دلتا واللي هي نسخة شديدة الانتشار وسريعة الانتشار. في تخوف كبير جدا داخل المؤسسات الطبية والاقتصادية في بريطانيا إنه لو تم فتح الباب يوم 21 يونيو قد نضطر إن احنا نقفل مرة تانية لإغلاق عام ثالث، والحقيقة إنه الوضع الاقتصادي في بريطانيا وفي العالم كله ما عادش يتحمل أي إغلاقات، فالحكومة بتفكر أو إن هي تأجل مسألة الفتح النهائي لمدة 4 أسابيع على ما الأرقام تتغير وما يكونش فيه ضغط على مؤسسات الـ NHS الخدمة الصحية الوطنية. بشكرك من لندن الكاتب الصحفي زميلنا أحمد العناني على كل هذه المعلومات. يا رب بريطانيا تفتح بقى بصراحة، يعني حاجة يعني بقت غريبة وحرام الناس اللي عايشة هناك. خلونا سريعا نروح لاجتماعات الفصائل اللي كنا بنتكلم عليها بقالنا أسبوع عن هذه الدعوة للمصرية لأمناء الفصائل. اجتماعات الفصائل اللي كان متوقع أن تبدأ اليوم السبت، الحقيقة أنها بدأت في مصر بالفعل سلسلة من الحوارات نهاية الأسبوع الماضي مع الفصائل المختلفة، من ضمنها لقاءات مع فتح وقيادات حماس برئاسة إسماعيل هنية اللي كان موجود، ومن المتوقع أن هو عنده زيارات للبنان ولدول أخرى وربما إيران بعد ذلك، دول أخرى في المنطقة. ممثلو فتح اللي كانوا موجودين عادوا إلى رام الله للتشاور مع القيادة وطرح وجهات نظر فصائل الأخرى، ومتوقع أن هم يرجعوا للقاهرة خلال يومين. أما الموعد النهائي للاجتماعات المجتمعة بين الفصائل نفسها، يعني كل دي كانت اجتماعات مباشرة مصرية فصائلية، يعني مصرية فتحوية، مصرية حمسوية، مصرية من مع الفصائل الأخرى. الاجتماعات بقى نفسها فما زال هناك مناقشات جارية ما بين القاهرة وبين فتح وحماس لتحديد البرنامج الزمني هتعقد امتى. ليه؟ طبعا لازم يكون في اتفاق في النهاية على القضايا اللي تضم أيضا، لابد أن هذه الاجتماعات ستضم أيضا حركة الجهاد الإسلامي. يعني أن نتائج اللقاءات المنفردة بين مصر والفصائل هي التي ستحدد مصير هذه اللقاءات المباشرة، ما إذا كانت ستعقد أو لا بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. ومرة أخرى الكرة في الملعب الفلسطيني،
والجميع عليه أن يقدم تنازلات. أنا مش هدخل في تفاصيل هذه الاجتماعات واللي خرج واللي قال واللي حصل، خلونا في نكون يعني إيجابيين ونقول أن التقدم للأمام لا يمكن إلا أن يكون بقرار فلسطيني. مصر لا تستطيع أن تجبر الفصائل على التوافق، وفي النهاية هذا خيار فلسطيني، ورغبة البعض في تحقيق مكاسب شخصية، مش لازم شخصية ولكن مكاسب للمجموع للفصيل، قد تؤدي إلى توقف التحركات الإقليمية والدولية مرة أخرى. يعني بمعنى أنه إذا شهد العالم أن هناك عدم توافق بين الفصائل، لا هنتكلم بقى عن إعمار ولا معونات دولية ولا تحريك حتى للقضية الفلسطينية قيد أنملة، وحيفضل الموقف الإسرائيلي هو الموقف الأكثر صلابة وأكثر وضوحا، وحيتقال أهو الناس أهي مش عايزة تتفق، وكل واحد عايز يا إما سلطة يا إما مكاسب تحقق على الأرض. في النهاية الأهم هو الإعمار، الأهم هو الحفاظ على دماء الناس، الأهم هي القضية. فالكرة في الملعب الفلسطيني. ليه الإعمار متصل بالتوافق أيضا؟ لأن المعونات الأجنبية تحرص الدول في العالم أن تقدم للسلطة وليس إلى حماس لكي لا تستخدم في المقاومة، وإحنا عارفين هذه قضية واضحة، قالها بايدن وقالوها الأوروبيين وقالها العالم كله. فإذا لابد من توافق عشان نقدر نتحرك في الإعمار، نقدر نتحرك في الملفات الأخرى في الأسرى حتى وفي الملفات الأخرى. مصر على الجانب الآخر مستمرة في هذا الحوار ومستمرة أيضا في جهودها للإعمار، ومن المتوقع أن يصل قريبا يعني خلال يوم أو اثنين نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو وبرفقته عدد من الوزراء الفلسطينيين المعنيين بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين حول إعادة إعمار غزة في إطار مبادرة الرئيس السيسي. وزي ما قلت لكم هناك ترددت أنباء عن جولة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى عدة دول تشمل لبنان وإيران ودول أخرى في الإقليم. مرة أخرى الكرة في الملعب الفلسطيني، التوافق أو عدمه هو قرار فلسطيني. طبعا هو قرار مرتبط بالإقليم، وأحيانا يكون مرتبط بقرارات إقليمية أخرى ودول أخرى، لكن أنا هنا هقول أنه مرتبط بالفصائل، مرتبط بالفلسطينيين. هذه قضية شعب، ويجب أن تكون دائما نصب أعيننا مصلحة هذا الشعب ومصلحة هذه القضية قبل مصلحة الفصائل. نخرج بقى فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذه الأخبار.